يا بنتي ركزي معايا بقى، الله يبارك لك، ميعاد الدرس قرب وانا ورايا طبيخ وبلاوي لسه. خلينا نحل المساله بقى لنا ساعتين فيها. يعني مثلا لو امك حبت تشتري ملايتين ب 600 جنيه وحبت تشتري دفايتين لزوم الشتاء ب 800 جنيه، ها يبقى النتيجه ايه؟ النتيجه بابا هيطلقك. فولي على امك بقى، فولي.